وحول هذا الموضوع معنا في مركز الأخبار الأستاذ مؤنس المادي، رئيس جمعية الصحفيين البحرينية ورئيس تحرير جريدة البلاد. أرحب بك ضيفي الكريم. مساء الخير، مرحبا. دعني أبدأ من حيثما انتهى تقرير طرح سؤال: هل فعلا قطر قد رضت أن تكون بديل فشل في محاولات طهران لتحكمها بعواصم الخليج؟ طبعا العلاقة بين قطر وإيران علاقة كانت مريبة، خاصة في العلاقة الثنائية ما بين توقيع اتفاقيات الأمنية وإلى آخره، واليوم بانت الأمور ووضحت بعد المقاطعة الخليجية على قطر وارتماء قطر في حضن إيران وغزل إيران إلى قطر. بانت الأمور، إيران تريد من قطر أن تكون المعبر الآمن لمنطقة الخليج، والأمور مهيئة لإيران أن تكون متواجدة في قطر لبث دمارها وبث خرابها إلى الخليج، وللأسف السياسة القطرية تساعدها على ذلك، وهناك تاريخ في هذه الأمور. نعم، لو نتكلم طبعا تعلم بأن هناك لأول مرة كان هناك اتفاقية 2015 تتعلق بتوقيع أول اتفاقية عسكرية بين قطر وطبعا الحرس الثوري الإيراني، ومنحت فيها حق تدريب طهران للجيش القطري. كيف ننظر وقراءتك لخطورة هذا الأمر؟ طبعا هذا الأمر نرجع شوي إلى 2010. نعم. الأمير السابق وقع اتفاقية أيضا في إيران وقابل المرشد الأعلى في إيران أنذاك. اليوم عندما توقع قطر هذه الاتفاقية في 2015، وفي نفس الوقت هي عضوة في مجلس التعاون، ومجلس التعاون دائما يعلن أن إيران هي رأس الإرهاب والخطر الأساسي للخليج، وفي نفس الوقت تخرج قطر من هذا الاجتماع لتوقع اتفاقية أمنية، فهذا التناقض والازدواجية في هذا الأمر جدا مريب، وجدا للأسف هو يعني اللي يخلي الموضوع أن انقسام الخليج في هذا الموضوع. فقطر اليوم عندما تعاند أو تخالف التوجه الخليجي خاصة الأمني والعسكري، هذه يعطينا مؤشرات أخرى أن هناك قد تحالف أو هناك شيء مريب. نعم. يحدث ما بين قطر وإيران أكبر من اللي احنا نشوفه لبث ربما فتنة كانت في تحت الطاولة، ولكن الآن ما في شك. هذه الازدواجية اللي كانت تمارسها قطر والكل يراقبها كانوا انكشف اليوم. نعم، لو نتكلم تحليلك للحدث للموقف اليوم، هل قطر أو هل إيران تطمح من خلال قطر أن تكون معبرا لدول الخليج؟ طبعا للأسف السياسة القطرية ساعدت في هذا الشيء وراسخت هذا الأمر، وإحنا تكلمت على أمر يعني 2015 اتفاق الأمنية. نعم. نشوف ما الذي دعا أحمد نجات في القمة الخليجية في الدوحة في 2009 على ما أعتقد، قطر كانت فاتحة الأبواب. في 2013 جيش النصر الإرهابي. نعم. في لبنان. يوم صار الحرب مع الجيش اللبناني في عرسال، منطقة عرسال، وكان هناك أسرة طلبوا من قطر أن تتدخل بين جيش النصرة، وكانوا هناك واللي تم يعني إطلاق سراحهم كان من حزب الله وليس من جيش اللبناني. يعني فهذه الرويج يعني كيف وين وصلت السياسة القطرية في هذه الأمور وهذه التحالفات الخفية، اليوم انكشفت هذه التحالفات. وهذا ما يعني بررته أو يعني تحدثنا عنه بالأمس حول مشاركة قطر بضابطين مراقبين فقط. طبعا هو باعترافهم تقليص حجم المشاركة، باعترافهم عدم يعني عدم اقتناعهم بشيء اسمه درع الجزيرة. نعم. وعدم اقتناعهم أيضا في الحماية للدول الخليج، لإرضاء الخليج وإرضاء أيضا حتى أجندتهم الخاصة، يعني إيران تركيا، يعني في أمور كثيرة هناك راح يعني قطر تريد أن تفصل روحها، تريد أن السياسة القطرية هذه يعني خطتها تتعامل مع الخطر الذي داهم الخليج وهي إيران، في نفس الوقت تأتي وتقول أنا جزء من الخليج،
فيجب أن تختار السياسة القطرية في هذا الموضوع ولكن وتكون واضحة. نعم، ولكن أستاذ مؤنس، قطر اليوم لا تعي بحجم الدمار الذي سببته إيران في سوريا، في العراق، في كل دولة قامت بالتدخل في شؤونها الداخلية. ألا تعي، ألا يوجد هناك مخاوف لدى قطر من أن تتحول أو تنضم قطر إلى هذه الدول؟ السياسة القطرية تعي على ما أعتقد، ولكن عندما يعني أهم شيء إن هي ما يصدها الدمار، ما يصد الدمار في حواليها، ما عندها مشكلة في بقائها. هذه السياسة القطرية وممارستها للأسف تعطينا هذا الانطباع. نعم. الكل يعلم السياسة الإيرانية كيف تدمر وتحرق الأخضر واليابس، ولكن قطر عندما تفتح أو أراضيها أو تكون معبر للخليج، هناك اتفاق أن أنا سوف أكون في مأمن. هي تظن كذلك السياسة القطرية، ودع إيران تمرح وبث الدمار في منطقة الخليج، فتعي. ولكن إذا هناك اتفاق خفي للأسف أن سوف تكون في مأمن، السياسة القطرية لا تكترث بذلك. أنها لن تراجع سياساتها في العودة مرة أخرى. أرجو ونتمنى قطر، الشعب القطري يعني شقيق، وذي السياسة القطرية يجب تتغير. نعم. يجب أن ترجع إلى الحضن الخليجي، وتترك هذه التحالفات الازدواجية والتناقضات التي كانت تلعب عليها من 20 سنة. نعم. وليس من يعني في الوقت القريب. نعم. الأستاذ مؤنس المادي، رئيس جمعية الصحفيين البحرينية ورئيس تحرير جريدة البلاد، شكرا جزيلا لك.